الله أكبر. تحرير كتيبة الدبابات من قبل أبطال الجبهة الإسلامية لواء الخطاب وبعض الفصائل الأخرى بعد سيطرة النظام عليها. الله أكبر. وهذه دبابات الأسد تحترق. الله أكبر. تدمير عربية بي ام بي من قبل أبطال الجبهة الإسلامية لواء الخطاب وبعض الفصائل المشاركة. الله أكبر. الله مولانا ولا مولى لكم. الله أكبر.